السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة محجوبة مفارقة. النهار هذا فكرت باش ندير شوية ديال الأملو معكم. غادي نبداو إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا راني درت البالانس يعني الميزان، راني درت 450 غرام ميكسي. هنا غندير 5 مينوت. هنا غنحط كوفير. هنا غندير واحد البانسو دو سال جوست ان تي بو، ما نساوش نسدو هذا. هنا غادي نشوفو كيفاش ولا هذا، شوفو كيفاش طلع. تما غادي نهبطوه بهذه الطريقة هذه بالستاتو ديالو ولا اللي كان مهم هكا ينزل كامل، باش نزيدو فيه لي زوتر غريديون. وتقدروا الا عندكم القرقاع وبغيتو ديرو شويه ديال القرقاع معاه، ولا ديرو شويه ديال الجنجلان. المهم ذوق على حسابكم، والحلاوه تبقى على حساب كل واحد شحال بغى يدير ديال الحلاوه. انا هنايا ملي طحنت اللوز وكاس ونص ديال الزيت ارغان، واللي ما عندوش زيت ارغان كيدير زيت الزيتون، لان انا درت واحد خرب زيت الزيتون جا مخير من داك الشرفة. وهنا الحلاوه كتبقى على حساب الرغبه. هنا عندي العسل الحرة حساب جوج معلقات، كانوا ما دايبينش، كانوا قاصحين. جوج معلقات كبار ما دايبينش، ولكن ملي ذوبتو راه عطاني هاد الطبيسيل هذا و سا مارش حتى في 1 2 3 سي فولي 1 2 3. و ملي طحنيه في 1 2 3 تقدري تعاوديه في الكاس في الميكسور. هنا غادي نحركو غير 30 سيكون. هنا هو وجد معانا، ها هو. غادي نكبو في شي اناء ونوريه لكم من بعد ان شاء الله. وهنايا املو راه وجد معانا، غنخوي معكم في هذا الاناء. املو ديالنا راه وجد، وانا غنصبو معكم في هذا الزلايف باش تعرفوا شحال عطاني تاع الزلافة بهذا الشكل هذا. الزلافة ثانية 450 غرام، عطاتني جوج زلايف يعني ما شاء الله. وكاس ونص تاع الزيت هذا ما فيه، وما شاء الله من قبيلة وهو مطحون في الكاس. ودرتو في هاديك الزلافة الكبيرة ولدين جغيان ادير. وتقدروا ديروه بكاوكاو، وتقدروا ديروا ان ميلونج سي فولي دو كاوكاو سي. فوالا هو هذا الطريقه ديال الاملو على يديك، نقي تسي شنو فيه. تعرفي راسك من شريتي العسل ومن شريتي الزيت ومن شريتي كلشي. نتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله. الا بغيتو ديروهم في شي قرعه محكمه الاغلاق يعني ما تكونش تكون واسعه باش تقدروا تدخلوا فيها بالطريقه هذه. الزلافه الثالثه كنتمنى تجربوه وتشوفوا كيفاش جاي. ديروه بكاوكاو ولا باللوز، ولا ديروا مزيج ما بين ثلاثه ديال الحوايج.